وللحديث أكثر عن قرار أمريكا مد أوكرانيا بالذخائر العنقودية وتأثير ذلك على سير المعارك وأيضا رد فعل روسيا المحتمل، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. حياكم الله سيادة العقيد. أهلا وسهلا، مساء الخير، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. سيادة العقيد، بداية، ما الأهمية الاستراتيجية لاستخدام مثل هذه الأسلحة في هذا الوقت بالتحديد؟ لماذا الآن قررت أمريكا مد كييف بهذا النوع من الأسلحة؟ بداية، الحرب الأوكرانية الروسية تستهلك كميات كبيرة جدا من الذخائر، وخاصة ذخائر المدفعية 155 مليمتر، فهناك نقص حاد في هذه الذخائر عند الروس وعند الأوكرانيين. لذلك رأينا بأن الولايات المتحدة والغرب بدأ بتزويد تدريجي للذخائر النوعية وللأسلحة لأوكرانيا، بدءا من الهيمارس والجافلين والعنقودية، ومن ثم عربات قتالية ودبابات وإلى آخره. اليوم العنقودية، هذه العنقودية يعني يتم استخدامها رغم أن هناك 123 دولة منذ عام 2008 وقعت على منع استخدام هذه الأسلحة، إلا أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا لم توقع على هذا النوع، لذلك تم استخدام هذا النوع بشكل كبير في الحرب على الشعب السوري من قبل الروس ومن قبل نظام بشار الأسد. هذه النوع من القنابل هي قذيفة تنفجر فوق سطح الأرض وتحوي بحدود 1000 قنبلة. هذه 1000 تتوزع على مساحات واسعة، تقوم بقتل الأفراد وفي الخنادق وفي المتاريس وفي التحصينات وغير ذلك. يعني هي تؤثر على عدم تقدم القوات الروسية مثلا في اتجاه الأراضي الأوكرانية مجددا، وكذلك تضرب التحصينات الروسية التي يبحث عنها الأوكرانيين من أجل التغلغل من هذه الثغرات من أجل نجاح الهجوم المعاقب. عفوا عقيد أحمد، يعني من الناحية العسكرية، هل يمكن لكييف الإيفاء بالتزامها للولايات المتحدة بعدم استخدام مثل هذه الأسلحة بالمناطق المأهولة؟ هل يمكن ضبط استخدام وأماكن استخدام هذه الأسلحة؟ يعني طبعا قرار عسكري هذا الأمر، عندما تحمل هذه الأسلحة وتقذف من الطائرات أو من المدفعية باتجاه نقاط معينة، يجب توخي الحذر بأن لا تكون تستهدف المدنيين في هذه الحالة، ولكن في الحرب لا توجد محرمات نهائيا، هكذا ما نراه. يعني إن كان في الحرب عندما تهدد روسيا باستخدام السلاح النووي، عندما تقوم بريطانيا بتقديم القذائف المشعة أو التي تستخدم من الخبث النووي، يعني القذرة، القنابل القذرة، وكذلك روسيا عندما استخدمت الكيماوي هي ونظام الأسد والعنقودي والفوسفوري وغيرها من القنابل في سوريا. إذن يريدون تحقيق أي هدف عسكري بغض النظر عن هذا، عن قذارة المعركة أو نظافة المعركة. يعني هل تصنف في جريمة حرب؟ القوة هي الأساس في هذه الأيام، يعني لا توجد قوانين دولية فاعلة، وهذا ما رأيناه نحن في سوريا وفي العراق كذلك، عندما استخدمت أمريكا القنابل الفوسفورية واستخدمت القنابل العنقودية على شكل، على نطاق واسع. فإذا الحرب يريدون قتل القوى الحية، وهذه وظيفة هذه الأسلحة. نعم، كما ذكرت وكما نعلم ويعلم الجميع، يعني تم استخدام هذه القنابل كما ذكرت في سوريا من قبل روسيا، ومن هنا فإن روسيا هي خبيرة إن صح التعبير في هذا النوع من الأسلحة. خبرتها هذه هل ستفيدها بالتعامل مع هذه الأسلحة في حال استخدامها ضدها؟ يعني هي أسلحة تنفجر بشكل فوق سطح الأرض وتنتشر على مساحات واسعة،
هناك إجذاب، عدد إجذاب، ولكن يعني مثل كما يقال المعدل الدولي 10% يتم إجذابها، الحاضنة الواحدة بحدود 1000 إذا كانت 1000 قنبلة كروية طرقية، يعني عندما تطرق على الأرض يتم انفجارها، ولكن هناك إجذاب 10%، يعني 100 قنبلة تبقى عبارة عن موت كامن لكل من يتحرك في هذه الأرض. أما اليوم الأمريكان عقيد أحمد، يعني هل لدى روسيا مضادات لهذا النوع من الأسلحة؟ لا توجد مضادات لهذا النوع من الأسلحة إلا إسقاط أو منع الأسلحة التي تقذف هذه الأسلحة، يعني إسقاط الطائرة قبل قذف الصواريخ العنقودية، أو تدمير المدفعية التي تمتلك، أو تدمير الأسلحة في خزائنها أو في طريقها إلى المناطق. الولايات المتحدة يعني تمتلك بحدود المليون وحدة من هذه النوع الأسلحة، وهي مخزنة، لذلك تريد أن تعطيها لأوكرانيا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.